كبرتي كتير يا أمي. أنا بردان. ماما 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 يلا تعالي. ماما ماما سافكي يلا سافكي، أنا تأخرت كتير. استعجل شوي يا ماما. سكروا الباب منيح وراكم. أخذت لحشتك حبيبي؟ إيه ما نسيتها، لا تخافي. يا أولاد شو جيب لكم معي من أمريكا؟ بلاي ستيشن. وأنا كمان بدي. يلا تعالوا أشوف. يلا هوب. بابا لا تروح يا، بكرة عيد ميلادي، معقول ما تكون أنت؟ حبيبي نحن شو حكينا؟ خلاص لا تعصبي عليه، رح أرجع بعد يومين حبيبي. أنتوا احتفلوا وبس أرجع بنحتفل كمان. شو الهدية اللي بدك إياها؟ ما بدي شي. قول لشوف. طيارة. تفضل يا أخي. أنا آسف. أركان؟ لا لا ما في شيء. الإنسان بيخاف كتير في إيد الناس يلي بيحبهم. معك حق. لأمريكا الطريق طويل ها؟ كم ساعة في فرق بيننا وبين لوس أنجلوس؟ 10 ما هيك مدام؟ ما هيك شيء تقريبا. الله يعينكم. أحيانا في رحلات بلا رجعة. ماما ماما يلا ماما ملينا كتير. يلا حبيبي جايين ما رح نتأخر. بس كيف عرفت إنه؟ يا الله شو في شي؟ لا ما في شي. ابني البطل ما رح تزعل امك واخوك، ما هيك؟ ماشي، انا يا بابا كتير زعلت منك. هلا هيك ابني؟ بعدين بزعل ها؟ لكان بابا رجع بسرعه ولا تتاخر. ماما لا تترك ايدي ابدا. ماشي. ماشي ماما. لا تواخذيني. اولادي الحلوين حبيباتي. ما شبعت منكم. خلوني بوسكم مره تانية ايه؟ الله معك بابا. أمك وأخوك بأمانتك، دير بالك عليهم. لا تنسى بابا تجيب لي طيارة كبيرة كبيرة ها. حاجة نق حبيبي، أبوكن ما رح يتأخر. والله ما إلي نفس أتركن أبدا. ما بيصير هيك ركان، من زمان وإنت عم تستنى هالعرض، هاد نجاحك. صدقيني أنا ما كان بدي روح وبعد عنكن حبيبتي لولا المليون دولار. يلا بخاطركم حبي توصل بسلام. زعلنا بسرعة بابا. الله معك بابا لا تتأخر. لسه بكير ماما، خلينا نتفرج شوي على التلفزيون. الله يخليكي. لا ما بيصير، نحن كل يوم عم نحكي بنفس الموضوع لك حبيبي. أنا قلت بعد الساعة 10 ما في تلفزيون، هاي القوانين لازم تتعودوا. بابا بيكون هلأ قاعد بالطيارة؟ ايه أكيد. كم واحد بيكون فيه بالطيارة؟ شو بيعرفني، شي 100 أو 200 شخص. مو كتار كل هالقد؟ طب كيف بتقدر تطير بالهواء؟ تقدر لأنه إلها جناحات كبيرة كتير. شو كمان؟ خلص ابني منحكي بعدين، هلأ أتأخر الوقت. يلا لشوف. يلا حبيبي أنت كمان نام.
تصبحوا على خير. وانت من أهلا ماما. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يرجى المحاولة لاحقاً. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يرجى المحاولة لاحقاً. مساء الخير، بدي أسأل عن سفرة الساعة 11 إسطنبول لوس أنجلوس. ما عم بقدر أوصل لزوجي. شو؟ ما في خبر من الطيارة؟ ليكون لا يا ربي، كيف هيك؟ أركان، أركان، يا الله، يا ريتني ما خليته يسافر. شو رح نعمل من دونه؟ كيف رح نعيش؟ أركان، يا ريتني ما خليته يركب هالطيارة. ليش هيك عم يساوي فينا القدر؟ زلمة، الزلمة اللي كان بالكازية، هو قال لي كأنه كان عرفان. أخ، يا ريت لو بقدر رجع الزمن لورا، كنت غيرت كل شي صار. كنت قلت له لأركان لا تروح. أركان لا تروح، لا تبعد عنا، لا تروح. شو راح يتغير وقتها؟ مرحبا، عندك شي طلب يا خانم؟ ما كان بدك ترجع الزمن لورا؟ انت الزلمة اللي شفته بالكازية، بس ليش اختفيت فجأة؟ ايه، الخبز والجريدة، كرت رجعة، وهي كرت رجعة. الزبالة اخذتوها بالليل، ان شاء الله ما اكون نسيت شيء. يلا سلام عليكم. انت عم تتمسخر علي شيء؟ لا ابدا، انت كنت عم تتمسخري وقت اللي طلبتي الرجعة. لا، أنا كنت عم بتمنى. ليش بيصير هيك شيء؟ فريدي صار هالشيء؟ بيصير؟ ما دمتي عم تطلبي من قلبك، اطمني بنتي، ما بيصعب على ربنا صاحب الزمان والمكان. شو يعني؟ أنت بتقدر ترجع الزمن لورا؟ مو أنا. أنا ما بيطلع بإيدي شيء. بس أنت عرفت اللي راح يصير، عرفت إنه ما حيرجع جوزي. إيه يمكن كون عرفت. العنزات كمان بيعرفوا إمتى راح ينزل المطر قبل ما ينزل. عفوا. بيتكم حلو كتير، ما شاء الله ما شاء الله، ما بقدر ما مد ايدي، ما راح اشبع بهي. بس بدي انقذ اركان، بدي رجع الزمن. وزيت نباتي. بصراحة هدول كتير طيبين. أنا ما بيطلع لي معك. إيه مزبوط. أنت فيك شي غريب،
بترجاك لا تتملص، لازم ترجع لي جوزي. أول جاوبي على سؤالي يا مدام، والباقي سهل. إذا رجعتي شو راح يتغير؟ كتير شغلات، كل شيء. زوجي ما بيموت وساعتها ما راح ينخرب بيتي. قليلي، أنت متأكدة من هالشي؟ ولساتك عم تقولي إنه إذا رجعتي كل شيء راح يتغير؟ أكيد، إذا برجع لورا كل شيء حيكون أحسن. أنت بدك تساعدني ولا لا؟ وأنا شو دخلني لساعدك؟ أنت ساعدي حالك. هاي المفتاح، حطيه بالباب وافتحي. أوه يلا لورا. ها شو رح يصير؟ بهالحالة فيك ترجعي أركانه من الطيارة. بعدين شو بيصير؟ بعدين شو بيصير صدقيني ما بعرف، بيكون أحسن ولا أسوأ ما بعرف. شو يعني ممكن يكون أسوأ؟ ليش ممكن يكون في أسوأ من هيك؟ ماما أنا عطشت. قرري بقى، يا ارضي بالواقع وادفني زوجك بالتراب، يا أما رجعي لورا وشوفي شو ممكن يصير. ماما جيبي لي مي. هلا بيجي الولد، ها وإذا إجا بيروح المفتاح. إذا بتعطيني كمان كاسة مي ما بقول لأ بنوب. يلا لازم تختاري قبل ما يجي. كتير. يلا سافكي، إذا ما بدك يا هاتي. إذا هيك خلص أنا جاية. ابن البطل، ما رح تزعل امك واخوك ابدا، ما هيك؟ ماشي، بس انا كثير زعلت منك. ايه هلا هيك ابني؟ أبداً بعدين بزعل منك. ماشي ها؟ ماما، لك انا رجعها بسرعه ولا تتاخر. خلص حاجه، ابوك ما رح يروح يا ولاد. ليش بقى؟ سافكي حبيبي، في إحساس غريب جواتي، بترجاك وساق فيني. شو هالحكي سافكي؟ حبيبتي أنت بتعرفي قديش مهمة هاي المقابلة مشان شغلي. بس مو أهم من حياتك. سافكي أنت عارفاني حالك شو عم تحكي؟ حبيبي الطيارة رح توقع صدقني. شو يلي عرفك؟ حاسسني قلبي، أنا هيك حاسة. المهم ما في روح. سافكي حطي عقلك براسك، الكل عم يطلعوا علينا. خلص يلا الأولاد بأمانتك. أركان أركان بترجاك وقف، أركان عم قلك طيارة لوس أنجلوس رح توقع صدقني. روحوا خبروا المسؤولين يلا. سافكي لا تخلوا الطيارة تروح، لازم تخبروا كل الركاب. سافكي اصحي بقى، شو صار لك؟ حاملكم طيارة لوس أنجلوس رح توقع، ليش ما عم تفهموا؟ لازم تخبروا كل المسؤولين. إذا سمحت يلا بسرعة. يلا سافكي فضحتينا، أنا محروج خلاص. عم قلك رح توقع. اهدي شوي رجاءً، لا تضطريني خبر الشرطة. لو سمحتي منين بتعرفي انه الطياره رح توقع؟ انا هيك حاسه. يلا مشي خلصينا مثل ما بدك مدام. يلا نرجع على البيت خبر مسؤولين. بترجاكم صدقوني. اللي انت متاكد من هذا الحكي؟ وين وقعت بالضبط؟ ايه فهمت، كلهم أتراك. لا لا إلي عيال المتوفين، ابعتوا حدا على شركة الطيران ونحن رح نزيع الخبر. حنزيع الخبر. هاي مأساة كبيرة، اتصلوا بعياله. مثل ما بدك. المرة عرفت. أنو مرة؟ طلعوا لي قائمة اللي مطعوا على الطيارة، بدي عناوين وأرقام كل العيال. حاضر. خبر عاجل، الرحلة رقم 511 التي أقلعت من مطار أتاتورك باسطنبول المتجهة إلى لوس أنجلوس اختفت من الرادار لسبب غير معروف.
لم تصلنا إلى الآن أي أخبار عن الركاب، بينما ما زالت أعمال البحث مستمرة، ويقول المتخصصون أنه من الممكن ألا ينجو أحد من الحادثة. منيح أنه ما طلعت على الطيارة، منيح أنه ما رحت. سافكي، كيف عرفتي؟ ما بعرف، هيك حسيت. قولي لنا شو حسيتي ماما؟ يلا قعدوا كلو، شوفوا ساويت لكم بيض باللحمة. يا سلام. قولي بس ريحته بشعة. يلا هات أنا باكل حصتك. اترك الصحن يا. ريحته بشعة. بس أنا بدي أكله. يلا هاته. يلا اترك لي يا. خلاص لا تتخنقوا مع بعض. رح ساوي لكم كيك. كيك سوينا يا بالموز. سوينا يا بالفريز. لا بالموز. بالفريز. بالموز. لا بالفريز. تفضل. هذا الجاتو عم تساوي مشاني أنا مو هيك؟ لا منشان الكل. مو مشان عيد ميلادي؟ طبعاً مشان عيد ميلادك سويت الكيك حبيبي. إيه حاجته خلص. رح نساويه بالفريز ما هيك؟ لا لا بالفريز ولا بالموز، لا تتقاتلوا. عنا كرز بدنا نساويه بالكرز. ألو؟ نحن عم نساوي جاتو مشان عيد ميلاد ابنك يا بابا. كتير منيح. جبت لي هدية يا بابا ولا لا؟ عيب نسأل هيك أسئلة حبيبي. تعا بكير المسا لأنه مثل ما أنك سمعان ابنك ما بيقدر يصبر. ماشي ما بتأخر. أنا إجيت. ها؟ سافاش كمان إجا؟ نحكي بعدين. مع السلامة. شو في ورا ظهرك؟ مو مخبي شي. بالله فرجيني يا. شوف الكيك بالفريز ولا بالكرز؟ استنى شوي لا تشعلن هلا. ليش ما بدك انا نشعلن؟ لانه بدنا نستنى ابوكن. لكن قلت لي انت ملك اللعب ديال باربيك. باين انه اليوم حظك ماله حلو. ماما ليش لهلا ما اجى بابا؟ امتى رح تبلش حفله عيد الميلاد تبعي؟ شوفي كيف عتمت الدنيا. ماما انا بدي روح العب شوي بالكمبيوتر. اصبروا شوي هلا بيجي. اوف انا مو مصدق امتى تطفي الشمعات بقى. قلت لكم هلا بيجي ابوكم وراح يجيب لك هديه. لعبه واحده ما بتنحسب يا اركان، ما بصير قمار بلعبه، يا ربح يا خساره، هيك القانون، منوقف ولا منكمل؟ رأي انت مرتك مستعجله، ما بيجتمع خروق ولعيب قمار، بس الظاهر انه في استثناءات، لا تخليها تستنى حتى ما تعصب. كمل. قلت لك حبيبي لا تشعلن، ما بقى غير يوصل أبوك حبيبي. بابا ما رح يجي يا ماما. بدو يجي. ما رح يجي. قلت لك بدو يجي. قلت لك ما رح يجي. هلا احلوت اللعبة. أنا قلت لك من أول، يا ربح يا خسارة. وأنت صاحب القرار، لا تعمل شيء أكبر منك. إذا بدك منوقف،
هاي آخر لعبة دلفار بيك على كل أملاكي، كل أملاكي. يا هيك يا هيك. الأقمار ربح وخسارة. ليش هيك واقفة؟ ليش ما نمتي؟ وينك لهلأ يا أركان؟ كم ساعة استنيتك أنا والولاد؟ طلع شوف كيف ناموا الولاد وهني عم يستنوك. كنتوا لا تستنوني. كيف يعني هيك؟ قلت لك رح تجي، اليوم عيد ميلاد بارش. حرام الولد كل شوي كان عم يقول هلأ بيجي بابا. ايه أنا همي مكفيني ولو؟ أنت كمان لا زوديها علي. وشو همك يعني؟ رايح أتحمم. أركان شو صاير لك؟ قلي. ما في شي. لا في شي. شوفي لك واصلة معي لعند أنفي، راسي رح ينفجر، لا زوديها علي وتعدي تسأليني شبك شبك. زودتها؟ تعرف كم مرة شعلنا هالشمعات وطفيناها وحضرتك ما إجي؟ وأنا شو ساوي؟ ما حسنت إجي، كان عندي شغل، شو أعمل؟ شغل شو هادية؟ الشغل أهم من ابنك؟ الولد ما قطع الكيك مشان حضرتك. هذا الجاتو؟ ها؟ هذا هو الجاتو؟ ها؟ انبسطتي هلأ؟ هذا هو الجاتو. شو سافكي؟ أركان؟ حابي نقعد ونشرب قهوة. بدي أحكي معك ضروري. ما في شي ينحكى. أنا متضايق بس. طيب شو صاير معك؟ خلينا نحكي. احكي لي. ما بحسن. سامحيني سافكي، بترجاكي. سامحيني. ألو؟ ألو؟ يلا حبايبي تعالوا. بابا إجا على البيت. أنا زعلان منه كتير.
خير إن شاء الله. شو عم بيصير ماما؟ وقف شوي، أنت شو عم تساوي هون؟ والله يا مدام بدك تسألي المحامي اللي جوا. قولي لي ليش عم ياخذ أغراضنا ماما؟ مين هذا الرجال ماما؟ ما بعرف حبيبي. خلي اثنين يحملوا البراد بسرعة. حاضر أستاذ. أنتوا شو عم تساوي هون؟ شو اللي عم بيصير؟ حضرتك المدام سافكي؟ إيه. وأنتوا مين؟ موظف حجز المحامي محمود ترياكي. وينو زوجي؟ زوجي عنده خبر بهالشي؟ يلا خليهم يتركوا الأغراض بسرعة. يا مدام اهدي شوي. كيف بدك يعني اهدى؟ شوفي، جوزك خسران كل أملاكه بالإمار، وهو موقع على سند ومدافعه، وطلع قرار الحجز من المحكمة، لازم نحجز على كل أملاككم، وزوجك مختفي وما عم نقدر نصله. هلأ إذا بتسمحي ممكن تخليني أشوف شغلي؟ بس كيف هيك؟ آسف، بس يا مدام هاد هو شغلنا. وقفوا وقفوا، شو عم تساووا؟ على القليل اتركولنا هدول، بترجاكم. لا تبكي ماما. مرحبا هاندان. هاندان خانم. خانم شو يا سافكي؟ والله قلبي عم يتقطع عليكم، نحن جيران من سنين. فوتي لجوا يلا. ولادي بالبيت لحالهم، بدي بلش فورا إذا في مجال. سافكي ماني مرتاحة هيك، بس عم تقولي إنك محتاجة، لا تفهميني غلط. إذا عطيتك مصاري ما رح تاخديهم. لا هاندان، أنا ما بحسن آخذ مصاري. شكراً لأنك خبرتيني. آخ يا سافكي آخ، ليش هيك صار فيكم؟ لا تزعلي علينا حبيبتي، هاد مكتوب، هاد قدرنا ولازم نرضى فيه. كان يا مكان بقديم الزمان، لحتى كان في سمكة سودا صغيرة، وهالسمكة السودا كانت في النهر اللي عم يطلع من بين الجبال البعيدة. يا أخي أنا كتير بردان. قلت لي بردان كتير؟ استنى أشعل لك الصوبيا. بس ماما قالت لنا لا نلمس الصوبيا. بس أنت كتير بردان.
برد كتير ما هيك؟ مزبوط. شربي الشاي مشان تدفي. قولي لي بدك شي تاني؟ لا شكرا. شو بيكونوا عم بيساووا الولاد هلا؟ اخي حريقه، رح تصير حريقه، طفيها بسرعه، انا كثير خايف. ليش خايف؟ هاي طفيتها. بلكي ما طفت يعني. وهاي طفت. واخيرا هيني شعلت لك الصوبيا، هلا انت اكيد رح تدفى. بس ماما لسه لهلا ما اجت. تيجي هلا بتيجي، بس انت تدفى. اها. أنا خلصت، بدك شي تاني؟ يسلموا إيديكي، فيكي تمشي. خدي هدول. يلا. يسلموا إيديكي. الأسبوع الجاي تعي إذا بدك. نحن أصحاب حبيبتي، لا تخجلي مني. أركان؟ سامحيني. شو عم ناكل؟ شو عم نشرب؟ معقول ما اشتقت لولادك ابدا؟ قلعونا من البيت يا اركان، اخذوا السياره والاغراض كمان، بس بقيت ارواحنا بالزور عم نحافظ عليها. وهلا بانوش جاي، بانوش جاي بدك تشوف اولادك، اللي بانوش. معك حق. شو ما قلتي، لو بتبزقي بوشي ما راح احكي شيء، بس انا كمان انسان يا سافكي، غلطت غلطه وانحرمت من شغلي ومن عيلتي كمان. أنا بعرف إنه اللي صار شيء صعب ومو سهل بنوب وما بينتسى بسهولة، بس فرصة تانية، أعطيني فرصة تانية بترجاكي. كيف بدك سامحك وانسى كل اللي سويته معنا؟ تركتنا لوحدنا ورحت، صرنا بحاجة العالم. سافكي الله يخليكي، خلينا نقعد هون خمس دقايق واسمعيني. تبت عن القمار، الله يلعني إذا بلعب مرة تانية. ليش بقي شي لحتى تلعب عليه؟ سافكي ندمان كتير على اللي صار، بترجاكي كرمال الولاد ادينت شوية مصاري من ابن عمي، مروا على الضيعة. أنا ما بحسن أقعد هون، ما بقدر أطلع بوش حدا. جيب الولاد وخلينا نروح لهنيك. إيه؟ على الضيعة؟ إيه، بفتح دكان صغير بشتغل ليل نهار، وثقي فيني الله يخليكي، وبوعدك ما تخرب العيلة مشان ولادنا. سامحيني وخلينا نروح.
بس هدول الرجال اللي إلن عليك دين أكيد ما رح يتركوك، حتى لو رحنا على الضيعة مستقبلنا أسود. بعدين شو بدي أقول للولاد؟ لا تقولي شيء، أنا رح استناكن هون، أنت جيبي الولاد وأنا بعرف كيف راضيهم. أصلاً نحن ما بقى عنا شيء نخسره، منجرب ما عنا غير هالحل، عم استناكن. يلا يا ربي أنا شو سويت؟ يا ربي أنا كيف رح أقدر أعيش بلاكن يا الله؟ أنا شو سويت؟ أنا السبب، أنا السبب بكل هالشي، زنبي أنا السبب. أنت السبب، أنت السبب بكل شي صار. ليش سمعت كلامك؟ انت شو؟ من وين طلعت لي؟ طولي بالك يا خالو، اهدي روقي، مصيبتك كبيرة وأنا جيت حتى عزيكي يا مدام. بسببك انت راح أولادي مني. سببي أنا؟ أنا يلي قلت إذا رجع الزمان رح صلح كل شيء. مزبوط، أنا كنت غلطانة، رجعني هلا مشان صلح غلطي. انت ما بدك بنرجع يعني، وكانه رجع بايدي انا. اسمعني، انت مو انسان عادي، رجعتني من قبل وهلا رح ترجعني. انا بدي اولادي، عم تسمع؟ لازم ترجعني، انت بدك ترجعني فورا. مفتاح، وين هذاك المفتاح؟ هات. سافكي، انت عارفاني لوين راجعة؟ توقعت هديك المرة انت اللي قررتي، لا عاد تدوري على السبب بغيرك. انت رح ترجع هلا على الليلة يلي توفى فيها زوجك. طيب اللي يعني ما بقدر رجع أولادي وزوجي مع بعض؟ أركان جاي وراح يخلص وقتك، وقت اللي بيوصل أركان لهون، يا زوجك يا أولادك اختاري. يلا راح تتأخري. بدي أولادي، أنا قررت بدي أولادي، أحسن شي نرجع للأول. أنا لازم أرضى بقدري. سافكي، أركان كان قدر يموت، يمكن هيك أحسن إلنا. سافكي، إذا ما بدك المفتاح هاتي. ما
الحمد لله يا ربي. حبيباتي أنتوا بخير. مساء الخير. بدي أسأل عن طيارة الساعة 11 من اسطنبول على لوس أنجلوس. ما عم بقدر أوصل لزوجي. وقعت؟ أكيد؟ فهمت. ماما أنا عطشان. جاي حبيبي. يسلم ايديكي ماما. ماما أنا كمان بدي أشرب. شو صار؟ لا تبكي. ماما لا تبكي. شوفي ما أحلى اللي سويتي. لا تغلطي، تعلمي وكسبي من أهل العلم. العلم بكل شيء أحسن من الجهل فيه. شفتي شلون؟ أنت كمان مبسوطة بالطابة. المي كمان ما بتمشي بالعكس، وهي تمشي على نظام شامل وكامل. إذا النهر كان عم يمر من أرضنا، أحسن شيء بنعمله وقتها إنه نحاول نفهم الحكمة من هذا الشيء، ونرضى بالمقسوم علينا واللي الله كتب لنا إياه، لأنه أكيد راح يكون خير لإلنا وما نحاول نغير قدرنا. دائما بتشوفوا أصحاب الأراضي اللي يمر منها النهر كيف يكونوا مادين الخراطيم على طول النهر مشان يضلوا مستفيدين منه، وهذا هو الحل المعقول طبعا. أما اللي بيتدخلوا بطريق النهر وما بيشغلوا عقلهم، مو هن اللي بيكونوا بإيديهم عم يغمروا أراضيهم بالمي ويبقوا من دون محصول؟ أنت يلي طلبت الطلاق والسفر. لأنه ما كنا عم نتفاهم وأنت بتعرف. ماشي صار وتطلقنا، بس ما فيك تاخدي إيدها. ما بتحسني تبعدي بنتي عني. لا تكون قاسي لهالدرجة، أنا كمان أمها، مالي غريبة. الآن الشرطة على وشك كسر الباب. ها أنا مضطرة أروح، ما أحسن تعيش هون. هنيك إلي شغل، إلي بيت. حكيت لك هديك المرة هون ما إلي شي. هلأ رح روح، بس حبيبتي أنا بحبك كتير يا بنتي.
اتركني اعمل لك، اتركني اتركني بدك اتركني، ساعدوني ساعدوني. خرسي شدي حالك وليه خرسي يا بنت، يلا خرسي خرسي. قلي وين بنتي، وين بنتي؟ مشان هيك اخذ بنتي حبيبتي مني، مشان تضيعها منك. لك انت اب، انت انا مشان شوفها يوم بيجي من اخر الدنيا، بس انت شو قدمت لها؟ جاوبني. Thank you.